حنا اليوم سيدي من ساكنه حصين سله الجديده دوار الرياح اكاديميه محمد السادس. حنا اليوم جاو عندنا قال لك الهديم ثلاث ايام هذه يخرجونا، عطاونا ثلاث ايام، ما عطاونا حنا ثلاث ايام بحال اللي عندنا حنا براكه. تنطلب من سيدنا يتدخل، تنطلب سيدنا يتدخل. اسيدنا قلتي شعبي العزيز هاد الناس اليوم دلونا، اسيدي قلتي شعبي العزيز هاد الناس دمرونا، عطاونا ثلاث ايام. واش حنا عندنا البرارك؟ حنا راه عندنا بلاد ديال الملك ديال جدودنا. حنا سيدنا راه هاد الناس دايرينها بلاد بيضاء ما فيها لا فلاحه لا والو. اسيدنا عندنا الديور، اسيدنا الله يسترك تدخل في هاد الملف هذا، راه الناس حقرونا. اسيدنا ما عرفناش شكون اللي واخد هاد البلاد، واش واخدها الواكله ولا تعويضات؟ لو حاط لنا 4000 ريال ما جابوا لنا لا خبير ديالهم، ما شاف خبير ديور، جاونا ثلاث ايام يهدموا لينا. تنطلب من سيدنا يتدخل، تنطلب من سيدنا يتدخل في اقرب وقت. هاد الناس راه دمرونا وليداتنا وجابونا مع المدرسه. واش هاد المسؤولين يقري ولادو في البريفي وجاي نشتت ليا وليداتي؟ واش هاد المسؤول عاطينو كات كاطو فيلا ويجي يشتت ليا وليداتي؟ اسيدنا حنا دبرنا، احنا اكاديميه محمد السادس حنا جيرانها، ها هي الاكاديميه ورايا، ها الاكاديميه، حنايا الاكاديميه، حنا راه ما خارجوش من ديورنا، راه ميتين في ديورنا تيديروا معنا حل. حنا راه ما نخبوش ديورنا، حنا واخا نموت في ديورنا، لا متنا المعزز المكرم، حنا جدودنا دقوا فينا الشوكه ديال البلاد نغيروا عليها، ماشي يقول لنا خرجوا نخرجوا اليوم. حنا ما خارجوش من بلادنا، حنا ما خارجوش من بلادنا. عيش الملك، عيش الملك. تنطلبوا سيدنا يتدخل في هذا الملف هذا. واش شاريه الوكاله؟ واش شاريه ما عرفنا شكون شاريها؟ واش شاريه الاكاديمي بغي يكبروها؟ واش تدير الشعب وتحيي الشعب؟ هاد الاكاديمي تكبرها حتى حنا وليداتنا تضيعوا. حالتنا حنا حاله سيدنا. اش تنبيعونا وتضيعوا اولادنا؟ اولادنا شربونا وغنباتوا في الزناقي وقعدوا في الشوارع. راه هاد الملك ما عمرناش هنا، راه حنا شرفنا وفي هاد البلاد ما عمرناش هنا. هاد المنكر، هاد المنكر يا سيدي ربي، انا ما نبغي يهبي ما نبغي يعبدوا. اش بغاو عندنا؟ اش بغاو عندنا؟ اش بغاو عندنا يا سيدي ربي؟ عاش الملك، عاش الملك. هاد الناس ما قديناش عليهم، غتقد عليهم انت والله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، حنا منطقة حصين سالة الجديدة دوار الرياح. حنا قال لك البلاد في الحيازة، جات جاتنا الورقة السيمانة، جاو داروها في الحيازة، قلنا ماشي مشكل. هما جاو دابا وقفوا عليك، قال لك راه من هنا ثلاث ايام الهدم، من هنا ثلاث ايام كاين الهدم. قلت لي شنو غتعوضني؟ شنو كاين؟ قال لك ما عندي انا ما نعوضك، وانا ما عندي ما ندير لك حتى تجي الوكاله. الوكاله شنو كتعطيك؟ كتعطيك بقعه ارضيه. بقعه ارضيه انا شنو غندير بها؟ غنخرج ولادي نشردهم حتى نبني البقعه الارضيه. انا ما عنديش باش نكري، انا الدار غنخليهم يهدموها وغادي نجي حداها، غنجي حدا الدار وغنسكن. ديك النهار تيقول لي الا جيتي سكنتي تما كاين اجي حسني ليا. ها مسؤول هذا راه مسؤول، تيقول لي اجي حسني ليا بلا ما، يحسني ليا بلا ما، وانا غنسكن واجي ديني انا ولادي الخيريه.
حيت الخيريه اللي غادي تليق ليا. صافي انا كنت بداري كنت بلادي، حتى غنولي متشرده. ها غنولي متشرده من الصباح، فين غنمشي؟ انت كتنعس المسؤول، انت كتنعس وكيديك النعاس. انا راه الماكله مابقيتش كناكل والنعاس مابقيتش كننعس، كنفكر فين غادي النهار اللي غتجي تهدم ليا، فين غنشرد ولادي، فين غنديهم. انت كتنعس انا راه ما كننعسش، انت كتاكل انا راه ما تناكلش. ها واش ما تيبقاوش فيك هاد الدراري الصغار؟ واش ما تيبقاوش فيك الدراري الصغار اللي غتشرد؟ واش ما تيبقاوش فيك هاد العجزه اللي مراد؟ ها فين غنديرهم؟ عندي مرا مريضه فيها الطنسيون فيها السكر، فين غتمشي؟ حنا عائله، حنا ماشي اسره، انا ما كنهضرش على راسي، حنا راه عائله. فين غتمشي؟ فين تتمشي هاد العائله؟ والمسؤولين والمسؤولين ورا غيقتو ورا عيقتو ورا عيقتو. بسم الله اول حاجه، ونطلبوا ربي ينصرنا على هاد القوم، هاد القوم الظالم بزاف. اول حاجه اللي غنقول هي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الظلم، لأنه ظلم وظلم كبير وراه قوي علينا كاملين، لأن حنا ضعاف ماشي قد هادو بزاف. واش كاينه شي بلاد بربع آلاف؟ راه ما كايناش. ها بحال هاد السيدة راه عندها حويضات كما قلتها ونعاود نقولها، ديال قزبر ومعدنوس كتدي تبيعهم، دابا جاو كيقولوا ليها غد من هنا لثلاث ايام فين غتمشي؟ فين غتمشي؟ اعطيوها فين غتمشي بعدا، كلهم اعطيوهم فين يمشيو، تا انا معاهم اعطيونا فين نمشيو. اذا راه غنجيو قدام الاكاديميه ونجلسوا، راه ما غنمشيوش نكريو، راه ما كايناش الطاقه ديال الكريان، ما عندناش باش نكريو. الكواره ودوك الديور الخاوين خداوهم الناس الاولين اللي خرجوهم، دابا راه ما بقاش. شتي حتى الكرفسله جديده راه ما بقاش. فين غنمشيو؟ بغينا نعرفوا فين غنمشيو. السيده راه كاتك عندها عدوسها مريضه، عندها الطونسيو، فين هتوق هنايا؟ عمرنا كامل اولدي، اه عمرنا كامل وحنا هنا، كاش شرفنا هذا الخو والبلاد بين عشيه وضحى يقول لك خرج افرا، خرجوا فين غنخرج؟ نطلب كاين اللي كيقول لك عطاوهم بقعه. فين هاويا البقعه؟ فينا هي يسكنوا فيها؟ هما باقين كارين ولا باقين ساكنين في الكوارع؟ عاطينهم اليوم الناس، كاينين الناس اللي عاطينهم الكوارع. ما نطالبش بشي حاجه ما كايناش. قانون حقي، حقي وحق ولادي، رحنا كنا زياده وخلوق، وكاين الناس اللي كيقول لك ديال الحبوس مالك، راه من جد لجد انا نعاود نقولها ونقولها باش ما يبقاوش يهضروا، راه منك من جد لجد، وراه هادشي ظلم، راه ظلم كبير. واش كاينه شي عاود نقولها؟ راه شوش دايرين الشطر بالشطر باش ما كتوقعش الفوضى؟ راه حنا ماشي صغار، راه حنا ولاد القانون، راه حشومه. عاودوا الناس، عاودوا الناس. واش هادي بلاد 4000 عباد الله؟ وشوف حق الاكاديميه راه مشات رخيصه 50 درهم، الله اعلم 50 درهم باش خداوها من عندنا، والعلم اللهم بشحال باعوها الله اعلم، ولكن هادي راه بلادنا باش يجمعوا، راه من جد لجد راه نقولها ونعاود نقولها، راه حرام. واش ثلاث ايام كي غيديروا؟ راه نتوما شتوا الديور كي دايره، واش كي غيديروا لدوك الحوايج؟ وعطيوهم على الاقل فين يسكنوا. وبزاف علينا هاد المافيا، راه كبيره مجهده علينا بزاف بزاف، تقوا الله خير اموت. وعاود نقولها، حسبي الله هو نعم الوكيل، حسبي الله هو نعم الوكيل. المواطنين نديروه ماشي مشكل، الا كانوا كيرضاو به نديروها اخويا ماشي مشكل، يعطيونا غير جواب لهذا السؤال ديالنا. حنا فين غنمشيو؟ فين غنحطوا هاد الامتيعه ديالنا؟ فين غنحطوا خويا الحوايج ديالنا؟ فين غنحطوا خويا حوايجنا؟ فين غنديروا وليداتنا كيقراو؟ واش غادي نبقاو نديروا الثقه لوليداتنا؟ فين غنحطوا هاد الحويجات ديالنا؟ فين غنديروا وليداتنا؟ الناس راه ماشي عندهم غير بيت ولا جوج، راه حنا عندنا الدار كبيره وعامره بالحوايج وعامره بالمعنى خويا. فين غنحطوهم؟ واش نخرجوا للفرقه نديروا قياطه؟ ما كاينش فين؟
بغينا غير جواب لهذا السؤال. بغينا فين غنحطو حوايجنا وفين غنمشيو؟ واش نجلسو في الزنقة؟ واش نجلسو حنا في الزنقة؟ إلا كانت جائز لينا نجلسو في الزنقة ماشي مشكل، نجلسو في الزنقة وعاش الملك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.